مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. بلد العميان. ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. صوت وأداء خالد سكر. في مكان منعزل من أمريكا الجنوبية يوجد مكان واد سحيق غامض معزول عن بقية العالم يسمى وادي العميان. في الزمن القديم كان بالإمكان السفر عبر الجبال الخطرة إلى هذا المكان المثير، وفعلا فقد تمكن قلة من سكان بيرو الوصول إليه هربا من ملك ظالم. عقب ذلك حدثت زلازل مخيفة، تلاها انهيارات أرضية وفيضانات عارمة مفاجئة. انزلق جانب من الجبل محدثا صوتا رهيبا كالرعد، وهكذا أصبح بلد العميان منعزلا عن بقية بلدان العالم وإلى الأبد. كان يتواجد في الوادي كل مقومات الحياة: المياه العذبة، المروج المعشوشبة، المناخ الجيد، والمنحدرات الطينية الغنية التي تكسوها الشجيرات المثقلة بالفواكه اللذيذة. عاش الناس هناك عيشة راضية، وتضاعف أعداد حيواناتهم، لكن شيئاً واحداً كان ينغص عليهم عيشهم، رغم أن هذا الشيء لم يكن سيئاً إلى حد بعيد. فقد اجتاح الوادي مرض غامض نتج عنه أن جميع الأطفال يولدون فاقدي البصر. عندما يكبر الأطفال كان الكبار يقودونهم حول الوادي حتى يتعرفوا عليه جيداً، فعندما يموت الكبار تواصل الأجيال اللاحقة حياتها بشكل طبيعي رغم عماها. تعلموا كيف يسيطرون على النار التي كانوا يشعلونها في مواقد حجرية، وتوالت الأجيال. نسوا أشياء كثيرة من عالم المبصرين، واخترعوا أشياء كثيرة حتمتها ظروف المكفوفين بغض النظر عن عماهم. كانوا أقوياء أصحاء، ازدادوا عددا وفهما، وبالتدرج استحدثوا وسائل للعيش بيسر وهناء دون الحاجة لاستعمال عيونهم. جيل تلا جيلا حتى جاء يوم حل فيه شخص من العالم الخارجي بالصدفة في وادي العميان، وهذه هي قصة ذلك الرجل. كان يعمل مرشدا في المناطق الجبلية، كان اسمه نونيز. كان عضوا في فريق كان يحاول أن يتسلق سفح جبل شبه عمودي في تلك المنطقة. في إحدى الليالي وبينما كان على قمة أحد الجبال الشاهقة، بنوا لأنفسهم مأوى في الثلج على طرف صخرة شاهقة. لاحظ الفريق أن زميلهم نونيز قد اختفى. صاحوا عليه لكن لا مجيب. صاحوا مجددا وأخذوا يصفرون، ولم يناموا في تلك الليلة وهم يبحثون. عندما حل الصباح رأوا علامات سقوطه، لقد سقط في الجانب المجهول من سفح الجبل وانحدر إلى هوة عميقة من الثلج المفكك الذي انهار من تحته جارفا إياه إلى أعماق سحيقة تعذر عليهم رؤية نهايتها. وبعدئذ لم يروا أي أثر لنونيز. لقد استطاعوا مشاهدة شجيرات صغيرة بعيدا بعيدا في أعماق الوادي الضيق، عالم العميان المفقود، لكنهم لم يعلموا أنه عالم العميان المفقود، ولم يعلموا أيضا أنه كان يختلف بشيء عن بقية الوديان السحيقة. لقد راعهم الحدث وأوقفوا البحث بعد ظهر ذلك اليوم على الجانب الآخر من الجبل. انحدر نونيز ألف قدم أخرى، لقد انغمر في سحابة أخرى من الثلج على منحدر سحيق آخر، ومن على هذا المنحدر تدحرج وهو مغمى عليه لكن دون أن تنكسر عظم واحد في جسده،
وأخيراً وصل إلى منحدرات قليلة الميلان، حيث توقف عن الدحرجة واستقر ساكناً في الثلج العميق. تمدد على صدره مسترخياً لبرهة، وهو يتساءل عن مكانه وما الذي حل به. تحسس أطرافه فوجد أن كثيراً من أزرار ملابسه قد فقد، وأن معطفه قد تكوم على رأسه، وأن سكينه قد ضاعت، وقبعته قد فقدت، رغم أنه كان قد ربطها حول عنقه تحت ذقنه. وكلما تذكره أنه كان يبحث عن حجارة سائبة ليبني سورا حول المأوى، ببطء شديد نهض على قدميه رغم الألم الفظيع في كل عضلة من أطرافه، وأخذ يتلمس طريقه خارجا من أكوام الثلج المفكك من حوله، وأخذ يتوجه إلى الأماكن التي فيها الثلج أقل سماكة حتى اختفى تماما. وهناك جلس متكئا بظهره على صخرة كبيرة وذهب في نوم عميق. الأرض التي تحت الصخرة العالية. استيقظ على غناء العصافير في الشجيرات البعيدة في المنحدرات. اعتدل في جلسته فوجد نفسه في ظل صخرة عالية. على الناحية الأخرى كان هناك صخرة عالية تكاد تجريها في علوها، لكنه وجد وسيلة ليشق طريقه في شق ضيق كالمدخنة. كان الشق هذا في غاية الخطورة، فقد كان مظلما ورطبا بفعل الثلج المنصهر، لكنه وجده أسهل مما يبدو. وأخيرا شق طريقه إلى ضوء الشمس. لقد وصل أخيرا إلى المنحدرات العليا من واد أخضر طويل. لقد كان متصلبا ومتعبا، لذا جلس في ظل صخرة لفترة من الزمن ليستريح. لقد لمح قرية في الأفق تبعد حوالي ميلا أو ميلين. بدت البيوت غريبة الشكل، وفي الواقع كلما أمعن النظر في الوادي بدا له أكثر غرابة ووحشة. معظم الطبقة العليا منه كانت أرض مروج خضراء مغطاة بالزهور الجميلة. على مقربة منه على السفوح العالية كانت ترعى قطعان حيوان اللاما. كانت الأكواخ التي يفترض أنها مأوى لحيوان اللاما أو أماكن لإطعامها تحيط بجدران الوادي من كل ناحية. كان هناك عدد من الممرات مبنية من الحجارة السوداء والبيضاء، يعلو كل واحد منها حافة حجرية متناثرة في شتى الاتجاهات بترتيب جميل. كانت بيوت القرية تقوم على جانب واحد من شارع في غاية النظافة. كانت أبواب البيوت متناثرة هنا وهناك، لكن ما يلفت النظر أنه لم يكن لتلك البيوت شبابيك. كانت الأبواب خليطا غريبا من الألوان، بعضها رمادي وبعضها أحمر والبعض الآخر بني غامق. عندما شاهد ذلك الخليط من الألوان العمى، كانت أول كلمة وردت على خاطره هي العمى، وقال في نفسه إن من طلى تلك الأبواب لابد وأن يكون أعمى. أناس غريبو الأطوار. انحدر إلى الوادي ووصل إلى الجدار الذي يحيط بالوادي. شاهد مجموعات من الناس يجلسون على أكوام من العشب في المروج. وفي الأماكن الأقرب إلى القرية كان يتمدد بعض الصبية النيام. في المنطقة الأقرب إليه كان هناك ثلاثة رجال يحملون دلاء ماء يتوجهون بها إلى البيوت. كانوا يلبسون ملابس من صوف اللامة وأحذية وأحزمة مصنوعة من جلودها. لقد كانوا يسيرون ببطء، الواحد في إثر الآخر، كأنهم لم يناموا في تلك الليلة. بعد انتظار برهة قصيرة اندفع نونيز للأمام وصرخ صرخة عالية تردد صداها في جميع أنحاء الوادي. توقف الرجال الثلاثة واستداروا برؤوسهم كأنهم يبحثون عن شيء ما حولهم، لكن يبدو أنهم لم يروه. بعد فترة قصيرة صرخ نونيز ثانية
ثم أتبعها بأخرى وثانية وردت كلمة أعمى على خاطره: لابد وأن هؤلاء المجانين عميان، قالها في نفسه وتوجه إليهم. وقف ثلاثتهم الواحد إلى جانب الآخر دون أن ينظروا إليه، لكن آذانهم مشرئبة باتجاهه، متعرفين عليه بخطواته غير المألوفة. تلاصق ثلاثتهم كمن هم في حالة خوف، وقد تمكن أن يرى أجفانهم مقفلة بإحكام وعلى وجوههم تعبير بالعجب والاستغراب. قال أحدهم: أرجل هو أم شبح انحدر إلينا من الجبال؟ لكن نونيز تقدم بثقة شاب بدأ لتوه يحيا الحياة التي يتمناها. جميع القصص القديمة عن الوادي المفقود وبلد الأميان عادت إلى ذاكرته، وورد على خاطره مثل شعبي يقول: الأعور في بلاد الأميان باش كاتب. حياهم بأدب جم، تكلم معهم مستعملا عينيه: لقد أتيتكم من على ظهر تلك الجبال، قال نونيز لهم، من بلاد يرى أناسها. يرى؟ تمتم أحدهم: يرى، لقد أتى من الصخور. قال الأعمى الثاني: لقد أخافوه عندما تحرك ثلاثتهم سويا باتجاهه، وكل واحد منهم يده ممدودة باتجاهه لملامسته. تراجع للخلف أمام أصابعهم الممدودة. تعال هنا، قال ثالثهم وهو في إثره، وأمسك به بلطف. أمسكوا بنونيز وتحسسوا كل جسمه، ولم يتفوهوا بأية كلمة حتى انتهوا من ذلك. بلطف، صاح نونيز عندما وضع أحدهم إصبعه في عينيه. اعتقد الأميان أن عينيه وجفنيه المتحركين من أغرب الأشياء. أعادوا لمسها ثانية. قال أحدهم: فلنقده إلى من هم أكبر منا. وقال آخر: أصرخ بصوت عال أولا، وإلا فإن الصغار سيرتعبون. قال أحدهم: إنه لشخص عجيب خرج علينا من الصخور. صرخوا بصوت عال وقادوا نونيز من يده باتجاه البيوت. جذب يده من بين أيديهم بقوة قائلا: إنني أرى. لكنه عندما استدار زلت قدمه على دلو. هناك شيء غريب في هذا الرجل، قال ثالثهم، إن قدمه تزل ويستعمل كلمات لا معنى لها، فأمسكه من يده. كما تشاء، قال نونيز وسار معهم ضحكا. يبدو أنهم لا يعرفون شيئا عن الإبصار، فليكن، عندما ينسجم معهم سيعلمهم الكثير. أخذ المكان يتسع كلما اقترب منه، وتنوع ألوان البيوت يبدو أكثر غرابة مما كان يظن. تحلق من حوله جمهور من الأطفال والنساء والرجال، ممسكين به ومتلمسين يديه بلطف ومنصتين لكل كلمة تصدر منه. كان للفتيات والنساء وجوه جميلة أبهجه رؤيتها، رغم أن عيونهن كن مغلقات بإحكام. حراسه الثلاثة بقوا ملاصقين له وكرروا مقولتهم عدة مرات: رجل بري خرج من الصخور. أخذوه لكبار السن، خذوه لكبار السن، علت صيحات من هنا وهناك. فدفعوه فجأة عبر بوابة إلى غرفة فسيحة مظلمة، يبدو أن لا نوافذ لتلك الغرفة. في الطرف القصي من الغرفة كان هناك وهج نار خافت، تحلق الناس من خلفه فمنعوا كل ضوء عن الغرفة. وقبل أن يتماسك واقفا سقط على قدمي شخص ما، وضربت ذراعه وجه شخص آخر عند سقوطه. سمع صيحة غضب ونضل بعنف ضد عدد من الأيدي التي حاولت الإمساك به. قال: لقد سقطت، لا أستطيع أن أرى في هذا الظلام. كان هناك فترة صمت، كأن الناس من حوله كانوا يحاولون فهم ما يقوله. ثم سمع صوتا يقول: يبدو أنه صنع حديثا، فهو يقفز عند المشي ويستعمل كلمات لا معنى لها في حديثه. أمن الممكن أن أعتدل في جلستي؟ وجه كلامه إليهم: لن أناضل ضدكم بعد الآن. تدارسوا الموقف وسمحوا له بذلك.
نونيز يحاول أن يشرح الإبصار. سمع صوت عجوز يستجوبه. حاول نونيز أن يشرح الكثير من الأمور لشيوخ بلد العميان. حاول أن يشرح لهم عن العالم الذي سقط منه إلى واديهم. تحدث لهم عن السماء والجبال والإبصار والعجائب الأخرى الكثيرة، لكنهم لم يصدقوا أو يفهموا شيئاً مما قال لهم، حتى إنهم لم يفهموا الكثير مما يقوله. فلمدة 14 جيلاً كان هؤلاء الناس معزولين عن عالم المبصرين، فجميع الأسماء التي تشير إلى الإبصار قد انقرضت أو حرفت معانيها، وقصة العالم الخارجي لم تكن سوى حديث خرافة بالنسبة لهم. بالتدريج تحقق نونيز من ذلك، وبعد أن رفضوا أن يتقبلوا محاولاته اليائسة لشرحه لهم معنى الإبصار، جلس ساكنا مصغيا لتوجيهاتهم. أكبر مسن فيهم شرح له معنى الدين والحياة، وشرح كيف أن العالم واديهم بالتحديد كان مكانا مجوفا خاليا في الصخور، ثم جاءت حيوانات اللامة وتبعتها الحيوانات الأكثر عقلا وإدراكا، ثم جاء بعد ذلك الإنسان، وأخيرا الملائكة الذين تستطيع أن تسمع حركاتهم وتسمع أغانيهم، لكن لا أحد يستطيع لمسهم. إن تلك الحكايات أذهلت نونيز كثيرا، واعتقد أن الطيور هي ما يعنيه العجوز بالملائكة. واصل العجوز حديثه ليشرح لنونيز كيف أن الزمن مقسم إلى أوقات الحر وأوقات البرد، والتي هي في واقع الأمر الليل والنهار، وشرح له عن متعة العمل في البرد والنوم في أوقات الحر. وأعلم نونيز أنه لو لم يصل إليهم في هذا الوقت لكان كل واحد منهم مستغرقا في نوم عميق. قال العجوز لنونيز إن الليل وهو النهار بلغة المبصرين قد قارب على الانقضاء، وأن كل واحد منهم يتوجه الآن للنوم. وسأل نونيز إن كان يعرف أن يدبر أمر نومه، فرد عليه نونيز أن الأكل أكثر أهمية بالنسبة له الآن. جلبوا له الطعام المكون من حليب اللامة في قدح والخبز المملح الجاف، وقاده إلى مكان بعيد حيث يستطيع أن يأكل وينام، لكن لم يغمض جفن لنونيز. بدلا من ذلك وقف في ضوء الشمس الساطع حيث تركوه ليريح أطرافه ويرسم الخطط للمستقبل. كانت تندفع الابتسامة إلى شفتيه بين الفينة والأخرى، مرة مرحا مسرورا هازئا بالذي رأى وسمع، ومرة غاضبا حانقا على ما آلت إليه الأمور. قال في نفسه: يتبسطون في شرح الأمور لي كأنني طفل، إنهم يعتقدون أنني متخلف عقليا، فهم لا يعلمون أنهم يخاطبون ملكهم الجديد الذي أرسلته السماء لهم. علي أن أعلمهم بعض الأشياء فلأفكر فيها. وكان لازال يفكر عندما غربت الشمس. على نونيز أن يتعلم الكثير. سمع نونيز صوتا ينادي عليه من القرية: يا من تقف هناك، تعال هنا. وقف مبتسما، لقد آن الأوان ليظهر لهم ما جدوى الإبصار، سيبحثون عنه دون أن يجدوه. إنك لا تتحرك من مكانك، قال الصوت. ابتسم بهدوء وخطى للأمام في الممر: لا تدس على العشب، هذا غير مسموح به. بالكاد سمع نونيز نفس الصوت الذي أحدثته قدماه، وقف مذهولا. تقدم صاحب الصوت راكضا نحوه في الممر. تراجع نونيز في الممر قائلا: ها أنا ذا هنا. لماذا لم تأتي عندما ناديتك؟ قال الأعمى. هل يجب عليك أن تقاد كما يقاد الطفل؟ ألا تسمع الممر عندما تسير فيه؟ ضحك نونيز قائلا: إنني أراه. لا وجود لكلمة مثل هذه أرى، قال الكفيف بعد برهة. توقف عن حماقتك وسر خلف خطاي. تبعه نونيز متضايقا بعض الشيء. بعد قليل ستعرف ماذا أستطيع أن أفعل، قال في نفسه. أجابه الأعمى:
عما قليل ستتعلم، فهناك الكثير في هذه الدنيا على الإنسان أن يتعلمه. ألم يخبرك أحد من قبل بالمثل القائل الأعور بين العميان باش كاتب؟ ما الأعمى؟ سأله الأعمى مستديرا نحوه. مرت 4 أيام، وفي اليوم الخامس لا زال باش كاتب العميان أو ملكهم لا حول له ولا قوة، ويجد نفسه حائرا بين رعيته من العميان. لقد وجد العمل والتجوال أثناء الليل مزعجا، فقرر أن يكون ذلك أول تغيير يدخله في حياة الناس. من المدهش حقا أن ترى هؤلاء الناس يتحركون هنا وهناك بثقة زائدة. لقد صنع كل شيء ليتلائم مع حاجاتهم. كل ممر في جنبات الوادي كان على نفس الزاوية من الممرات الأخرى، ويمكن تمييزه عن الأخريات بواسطة قطع في طرف الصخرة. أي شيء يعرقل خطاهم في الممرات قد أزيل منذ زمن. إن حواسهم أصبحت مرهفة جدا باستطاعتهم أن يسمعوا أخفض الأصوات والتعرف على كنهها من مسافة 30 ياردة، حتى إنهم يستطيعون سماع نبض قلوبهم. إن حواس الشم عندهم رائعة، فهم يستطيعون أن يميزوا الأشياء عن طريق رائحتها كما تستطيع الكلاب. واكتشف أيضا كم هي وثيقة خطاهم عندما أخذ يقترب إليهم ليقبلوه كعضو نافع بينهم. استعمل القوة فقط بعد أن عيته الحيلة في الإقناع. حاول في البداية عدة مرات أن يحدثهم عن الإبصار، وأخذ يحدثهم عن شتى صنوف الجمال في الإبصار والنظر إلى الجبال والسماء وشروق الشمس وغروبها، لكنهم أكدوا له أن لا وجود لمثل هذه الجبال، وأن المنطقة الصخرية التي ترعى فيها حيوانات اللامة هي نهاية العالم، وأخبروه أن أفكاره هذه هدامة وشريرة، فهم يعيشون في كهف كبير، وأن سطح ذلك الكهف ذا الملمس الناعم هو سقف العالم. ومع هذا واصل محاولة إقناعهم بفضائل الإبصار. في صبيحة أحد الأيام حاول أن يقنع الكبار منهم بمرافقته إلى المروج المنحدرة باتجاه الجدار الصخري، وعدهم بأن يحدثهم عن كل ما يحصل بين البيوت. وصف لهم كل ما تقع عليه عيناه، لكنه لم يستطع أن يصف لهم الذي لم تقع عليه عيناه بينما هم يسمعون ويحسون بكل الذي يجري داخل البيوت وخلفها. هذه الأمور فقط هي ما قصدوا أن يمتحنوه بها. بعد أن باءت محاولاته بالفشل، وبعد أن بدأوا يسخرون منه، قرر استعمال القوة. في نوبة غضب أمسك بمجرفة واكتشف شيئا محيرا عن نفسه، إنه لا يستطيع أن يستعمل المجرفة لضرب العميان بها. تردد، وقد عرفوا جميعا أنه قد حمل المجرفة، فوقفوا من حوله مصغين بآذانهم المائلة باتجاهه منتظرين حركة منه. ضع تلك المجرفة، قال أحدهم، فشعر نونيز بنوع من الفزع العاجز. دفع أحدهم للخلف باتجاه السور، ثم تجاوزه خارجا من القرية. عبر أحد المروج تاركا آثارا على الأعشاب الطويلة، وفي الحال جلس على أحد الحواف الصخرية لأحد الممرات. من بعيد شاهد عددا من رجال الحاملين المجارف والعصي متجهين نحوه من الممرات. أتوا ببطء وهم يتبادلون الحديث، وكثيرا ما كانوا يتوقفون لشم الهواء والإصغاء. عندما قاموا بمثل هذا العمل للمرة الأولى ابتسم نونيز، لكن بعد ذلك لم يبتسم. وجد أحدهم أثار أقدام نونيز في العشب، فاتجه نحوه متلمسا طريقه بواسطة الآثار التي خلفتها أقدام نونيز. لمدة 5 دقائق راقب نونيز التقدم البطيء للعميان، فاعتراه الخوف. وقف وسار 2 أو أكثر باتجاه جدار الحدود، ثم استدار وسار قليلا. وقف جميعهم على شكل قوس كبير، ساكنين منصتين،
وقف هو أيضا ساكنا ممسكا بالمجرفة. أيها جيم، إنه غير واثق من قدرته عليهم. تحرك في المرج باتجاه فسحة صغيرة في جدار الحد، وحالما تحرك تبعوه. سأقتلهم إذا حاول أحد منهم أن يلمسني، قال في نفسه. سأقتلكم، سأضربكم، صرخ بصوت عال. اصغوا جيدا لي، سأعمل ما يروق لي في هذا الوادي، أتسمعون؟ سأفعل ما يحلو لي وأذهب إلى حيث أشاء، لن تستطيعوا إيقافي. أخذوا يتحركون باتجاهه الآن. امسكوه، صاح أحدهم. وجد الآن نفسه في مركز حلقة غير محكمة من العميان. سأوقع الأذى بكم، صرخ بخوف وغضب. إنني أقسم أن أوقع بكم الأذى، اتركوني لوحدي. الرعب بدأ يركض دون أن يعرف إلى أين يتوجه. هرب من أقرب رجل إليه لأنه كان من الخطورة بمكان ضربه. ركض باتجاه فجوة واسعة بين رجلين آخرين، لكنهما سمعاه واندفع باتجاهه لإيقافه. قفز للأمام، لكنه أدرك ألا جدوى من ذلك. رفع الرفش بين يديه وطوح به باتجاه أقرب أعمى له، فأصابه بيده وذراعه. سقط الرجل على الأرض صارخا من الألم، وهرب نونيز من الفجوة. وجد نفسه على مقربة من الشارع بين البيوت، حيث كان هناك الكثير من العميان، معاولهم وعصيهم في أيديهم. سمع وقع خطى في أثره، وفي اللحظة المناسبة تملص من ضربة عصا من رجل طويل خلفه. قذف بالرفش وهو في حالة من الهلع الشديد، لكنه أخطأ الرجل. استدار وولى الأدبار مسرعا، وصرخ بصوت عال عندما تجاوز رجلا آخر كان في غاية الرعب. ركض بشكل مذعور باتجاه المروج. من بعيد شاهد الممر الصغير في جدار الحد، وانطلق باتجاهه بأقصى سرعة، حتى أنه لم يلتفت خلفه، وبقي يركض بأقصى ما يستطيع حتى وصل الممر واندفع فيه. تسلق طريقا ضيقا وعرا بين الصخور، ثم استلقى ممددا محاولا التقاط أنفاسه، وهكذا خمدت ثورته الصغيرة. مكث خارج سور وادي العميان لمدة يومين وليلتين دون طعام أو مأوى. أخذ يفكر بطرق لمحاربة هؤلاء الناس وأخذ وطنهم منهم، لكن سرعان ما تيقن أن من المستحيل عمل ذلك، فلا سلاح لديه ومن المتعذر الحصول عليه الآن. حاول أن يحصل على طعام، فكر بأن يمسك لاما ويحطم رأسها بحجر، لكن اللاما لم تثق به وأخذت تبصق عليه كلما اقترب منها. في اليوم التالي كان في حالة من الخوف والرعب لدرجة أنه بدأ يرتعش. وأخيرا زحف منحدرا باتجاه السور، وأخذ ينادي حتى أتى إليه أعميان من البوابة ليتكلم معه. كنت مجنونا، قال لهما، لكن كما تعلمان فإنني صنعت حديثا. اعتذر لهما عما بدر منه، وقال لهما إنه الآن أكثر حكمة وتعقلا، ثم بدأ يبكي لأنه كان في غاية الضعف والإعياء. عندما سمع بكاءه تيقن أنه نادم على خطئه. سألاه إن كان لا يزال يرى. كلا، قال جازما، ذاك كان سخفا مني، فالكلمة لا تعني شيئا وأقل من لا شيء. سألاه عن الذي فوق رأسه، فرد عليهما قائلا هناك سقف يعلو العالم على مسافة تقارب 10 قامات، وهو مصنوع من الصخر الناعم جدا. ثم بدأ يبكي بصوت عال ثانية، قبل أن تسألاني المزيد من الأسئلة قدم لي شيئا من الطعام، وإلا فإنني سأموت. توقع أن يعاقبوه، لكن العميان كانوا معه في غاية اللطف، واعتبروا ثورته برهانا على غبائه وتفاهته، فكانوا يعطونه أسهل الأعمال وأشقها، وكان يقوم بكل ما يطلب منه طالما ألا سبيل إلى غير ذلك. مدينة الجميلة. وهكذا أصبح نونيز مواطنا في بلد العميان، وأتيحت له الفرصة
ليتعرف على بعض من رجالاتها بشكل جيد. فهناك سيده يعقوب العجوز وابنته الصغرى مدينة. اعتقد نونيز أنها جميلة، فجفناها المغلقان كانا يبدوان أنهما على وشك أن ينفتح في أي لحظة. في وجهها ملامح تنبئ باللطف، وكان شعرها يلمع كالفضة في ضوء القمر. كان يتكلم معها كلما سمحت الظروف بذلك. تكلم معها بلطف عن الإبصار، أصغت لحديثها اللطيف عن النجوم والجبال وجمالها العذب. لم تصدق، لم تستوعب تماما كل ما كان يقوله لها، لكن كان حديثه يمتعها بشكل غريب، وكانت تتظاهر أمامه أنها تفهم كل ما يقوله لها. واحدة من شقيقاتها كانت الأولى لتخبر يعقوب بأن مدينة تحب نونيز. من البداية لم يوافق أحد على زواج نونيز من مدينة، لأنهم كانوا يعتقدون أنه أقل ذكاء منهم، وشقيقاتها لم يوافقن على زواجه منها، لأن مثل هذا الزواج سيجلب العار عليهن، رغم أن يعقوب العجوز أخذ يستلطف خادمه المطواع البليد، إلا أنه لم يوافق على فكرة الزواج مطلقا. كما ترين يا بنيتي، قال يعقوب يوما لابنته، إنه مأفون ولا يستطيع القيام بأي عمل بالشكل الصحيح. إنني أدرك ذلك، قالت له، لكنه أفضل الآن حالا مما كان عليه، وأنه يتحسن مع الأيام. إنه قوي يا والد العزيز ولطيف، إنه أقوى وألطف من أي رجل في العالم. يضاف إلى ذلك يا والدي أنه يحبني جدا. كان يحزن أن يرى ابنته تعيسة وحزينة، لذا ذهب إلى مجلس القوم وتكلم مع الكبار قائلا، إن نونيز الآن أفضل حالا من السابق. ليس من المستبعد أن يصبح في يوم ما ذكيا كما نحن أذكياء، وعندها يصبح واحدا منا. بعدئذ طرأت فكرة على خاطر واحد من الكبار الأذكياء، فهو أكبر طبيب بين هؤلاء القوم، وفكرته كانت تهدف إلى إشفاء نونيز مما يعانيه. في أحد اجتماعات المجلس شرح الطبيب ليعقوب فكرته عن كيفية شفاء نونيز. ليفقد نونيز عينيه، لقد فحصته، شرح لجماعته، ومشكلته ليست واضحة بالنسبة لي، وأعتقد أن من المحتمل جدا شفاءه. هذا ما كنت أتمناه طيلة عمري، قال يعقوب العجوز. هناك خلل ما في دماغه، قال الطبيب الأعمى. إن تلك الأشياء التي يسميها العيون أثرت بلا شك على دماغه، وبسببها لا يعمل دماغه بالشكل الصحيح، وأنه يتم تدميره بشكل تدريجي. نعم، قال يعقوب العجوز، وماذا تنوي عمله؟ لكي نشفيه تماما، قال الطبيب، كل ما علينا عمله هو أن نزيل عينيه. وهل عندها سيتوقف جنونه؟ قال يعقوب، بعدها سيكون مواطنا عاديا وذكيا كما نحن أذكياء، قال الطبيب. شكرا للعلم، قال يعقوب، وهرول باتجاه البيت ليزف البشرى إلى نونيز. لكنه امتعض عندما سمع أن نونيز لا يوافق على العلاج الذي اقترحه الطبيب العجوز. إن من يسمعك تقول ذلك، قال يعقوب، يعتقد أنك لا تحب ابنتي. لقد كانت مدينة التي أقنعت نونيز بالتوجه إلى الأطباء العميان. إنك لا تريدين مني أن أفقد بصري، سألها، لكنها لزمت الصمت. إن عالمي هو الإبصار، قال لها، وهناك الكثير الكثير يمكن رؤيته والتمتع به، أشياء صغيرة كالزهور بين الصخور، وأشياء كبيرة كالسماء والسحب السابحة فيها، والشمس والقمر والنجوم. وهناك أنت، يكفيني أن أرى وجهك الجميل ويديك الصغيرتين الحلوتين. أتمنى أحيانا لو، وصمتت. واصلي، أكملي، قال لها بشغف. أتمنى أحيانا لو أنك لا تتكلم بمثل هذه الطريقة، قالت. أي طريقة تعنين؟ قال بلهفة. إنني أعرف أن خيالك خصب، إنني أحبه، لكن ماذا؟ رد عليها، لكنها جلست ساكنة. إنك تعتقدين أنه من الأفضل لي أن أجري العملية، قال لها بصوت متعب وكأنه يناجي نفسه. فإن كانت هذه إرادتك
فليكن ذلك. طوقته بيديها بقوة قائلة: يا لروعتك، يا لروعتك. الحرية. لم يستطع نونيز النوم لفترة تزيد عن الأسبوع قبل إجراء العملية لعينيه. هذه العملية التي سترفع مكانته الاجتماعية إلى مستوى العميان ليصبح مواطنا أعمى. كان يجلس حزينا لوحده أو يتجول بين الحقول بينما الآخرون نائين. لقد أعطى كلمته لكنه غير متأكد من مقدرته على تنفيذ ما وعد. في صبيحة آخر يوم رغب في أن يخرج في نزهة وحيدا إلى المروج حيث الزهور الجميلة، ويمكث هناك إلى أن يحين موعد إجراء العملية. أخذ يبتعد شيئا فشيئا وترك العنان لقدميه لتحمله إلى حيث تسيران. عبر من الممر في سور الحد وتوجه نحو الصخور العالية، وكان طيلة ذلك الوقت يرقب ضوء الشمس على الجليد والثلج من فوقه. انبهر من جمالها العجيب وكأنه يراها لأول مرة، وأخذ يفكر في العالم الخارجي الحر، عالمه الخاص. فكر بعد مسيرة يوم أو يومين قد يخترق الجبال الشاهقة وينحدر نحو الجانب القصي من الجبل ليقترب أكثر فأكثر من الشوارع التي تعج بالحركة والنشاط. فعلى سبيل المثال، لو صعد الإنسان ذلك المنحدر إلى المدخنة في الصخرة لوصل إلى تلك الأشجار التي تنمو على قمة ذلك الجبل، وبعدئذ قد يجد وسيلة لتسلق تلك الصخرة العظيمة المكسوة بالثلج. وبعد ذلك، بعدها قد يجد نفسه على الثلج حيث تسطع الشمس. ألقى نونيز نظرة خاطفة على القرية المتباعدة وفكر في مدينة لكنها بدت له صغيرة وبعيدة. ثم استدار ثانية نحو جدار الجبل وبدأ بتسلقه ببطء، وما كاد مساء ذلك اليوم يحل حتى وجد نونيز نفسه عاليا بين الجبال. لقد قطع شوطا بعيدا في صعوده، لكن لا زال أمامه الكثير ليعمله. تمدد على ظهره وعيناه محملقتان في السماء الزرقاء الصافية. بدأ الظلام يخيم على المكان، وأخذت درجة الحرارة بالانخفاض أكثر فأكثر، لكن نونيز لم يتحرك من مكانه. كل ما عمله هو أن واصل تمدده في الثلج مبتسما في حالة من الرضا والراحة النفسية.